جولة على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. أهلا بكم. صدر عن البنك الدولي بيان رأى فيه أن التدفق الكبير للتحويلات النقدية شكل شبكة أمان اجتماعي، لافتا إلى آثار الصراع في غزة والفراغ السياسي على النمو الاقتصادي اللبناني، ومشيرا إلى تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الإسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023. كما أشار البيان إلى أنه قبل الصراع الحالي كان من المتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي عام 2023 للمرة الأولى منذ عام 2018 بنسبة 0.2%، ويبدو أن الاقتصاد وصل إلى قاع مؤقت بعد سنوات من الانكماش الحاد. أنا برأيي خلينا ننطر موسم الأعياد، في حال كان أفضل من ما نحن متوقعين وإجا المغتربين بأعداد كتير كبيرة وإجا سواح، يمكن أنه لبنان ما يدخل مرحلة الركود ويكون في نمو حتى ولو كان كتير خجول أو حتى ولو كان 0%. رح ننطر الأرقام الرسمية اللي رح تصدر من بعد ما يخلص هيدا الشهر ونحن نتأمل خير. للأسف يبدو أنه نسبة الحساب الجاري على الناتج المحلي رح يكون في عجز ب 12.8%، وشفنا أنه سنة 2023 استفحل اقتصاد الكاش واستفحلت الدولارة وما في بالأفق أي حلول جذرية مستدامة لا للقطاع المصرفي ولا لاقتصاد الكاش يلي هو مرادف للفقر ولتبييض الأموال ويلي نحن عم نتخبط فيه. ستكون نفقات كيان الاحتلال في العام 2024 أعلى ب 48.4 مليار شيكل، أي 2.2 مليار دولار عما كان مخططا له، وستنخفض الإيرادات بمقدار 48 مليار شيكل وفقا لوزارة الخزانة. وإذا لم تقم حكومة العدو بتخفيض النفقات فستعاني الدولة العبرية من تخفيض التصنيف الائتماني وتدخل في أزمة مالية، ما قد يترجم انخفاضا حادا في قيمة الشيكل وانهيار سوق الأوراق المالية بما في ذلك السندات. هذا بيعني على المستوى الاقتصادي أنه هناك الدولة العبرية ستعاني من تخفيض بالتصنيف الائتماني، وبالتالي اليوم في مشكل مالي بلش يتبين أنه العجز في الموازنة رح يعادل 6% من الناتج المحلي لأول مرة بتاريخ العدو الإسرائيلي، وبالتالي بدأت نتائج طوفان الأقصى الاقتصادية تترجم بشكل أكبر مع الوقت. يواجه العدو خسائر اقتصادية متصاعدة جراء استمرار الحرب التي يشنها على قطاع غزة عقب هجوم حماس في 7 من شهر أكتوبر الماضي، والتي أثرت على الإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعي للخارج. ويتوقع أن تستمر هذه الخسائر حتى العام 2024 مسببة تداعيات اقتصادية خطيرة. توقع محافظ بنك إسرائيل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضين: الأول أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل، والثاني أن تكون في معظمها على جبهة غزة من دون فتح جبهات أخرى. وسجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقع، وبعد نمو بنسبة 6.5% في العام 2022 يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي للكيان في كامل العام 2023 إلى نحو 2% فقط، وذلك جراء التأثير السلبي للحرب جزئيا. وهذه كانت كل أخبارنا الاقتصادية لليوم.